جبل مرة، هذا هو الطريق إلى الجبل، طريق نيالا كاس زالنجي، يخترق الجبل من الشمال إلى الجنوب في أقصى غرب السودان. يقع الجبل بين خطي عرض 12 و 13 شمالا وخطي طول 24 و 12 شرقا. تقدر المساحة الكلية للجبل بأكثر من 2000 كيلومتر مربع. الجزء الأكبر منه يتبع لولاية غرب دارفور، بينما تقع أجزاء صغيرة منه داخل ولايات جنوب وشمال دارفور. حقول من الزهر والعبير، زهو الطبيعة وفتنتها. نحن الآن في نرتتي. تبدو الطبيعة غامضة في كثير من الأحيان، فتنسج حولها الحكايات والأساطير. بركة الشيطان، هكذا يسميها أهل نرتتي. تنحدر إليها مياه الشلالات من أعالي الجبال في قمم تتجاوز 3000 متر فوق سطح البحر. ما أحلى طعم المياه وعذوبتها، وما أحلاها إذا كانت من جبل مرة. بركة الفيل، إحدى محطات الأودية وجنادل المياه في جبل مرة، يسمونها ببركة الفيل. يقول الأهالي
إن جبل مرة عامر ومنذ زمن بعيد بالحياة البرية، وفي ذات الصباح غرق أحد الأفيال في هذه البركة فسميت ببركة الفيل. نتحسس طريقنا إلى مرتجلو، أودية سحيقة وجبال تشمخ بأنوفها في كبد السماء، ولكن لا بد لنا من طريق. قصة الطبيعة والحياة، شلالات هادرة تشق في اندفاعها قلب الجبل لتجعل من مرتجلو لوحة من سحر الطبيعة وعشق الحياة. Thank you.
جلوم وإفطار صباحي تحت سقف الشلال. وادي جلوم يبحث لنفسه عن مسارات بين صخور الجبل البركانية، تندفع المياه مخلفة صخبا. مساحات من الخضرة وتلال من أشجار الزيتون والجنبيل والباباي والسرو والطرق طرق وغيرها في تنوع يمثل أغنى المصادر الوراثية في السودان من نبات وحيوان وكائنات حية. مرحبا بكم.